فوزنا في الانتخابات بصورة وفاقية إيجابية لنبني مع شعبنا نموذجا في الحكم يقطع مع ماضي الاستبداد ويحافظ في نفس الوقت على وحدة المجتمع ووحدة الدولة ويحمي التجربة الفتية من الصراعات والانقسامات. قد كنا ندرك بجلاء أن انتخابات 23 أكتوبر ستكون بداية صراع سياسي بين الفائزين في الانتخابات ومن لم يحالفه النجاح، ولكن أيضا صراع بين الثورة والقوى المعادية لها المتشفكة بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. إنه لا تعارض بين الديمقراطية والإسلام، وأن الديمقراطية لا تعني تفرد العلمانيين بالحكم واعتبار الإسلاميين أعداء للدولة. بعض اللافتات رفعت في بعض المظاهرات أن الإسلام الجيد هو الإسلام السجيد، بما يعني استمرار عقلية الإقصاء لدى بعض الاتجاهات السياسية في بلادنا. الصراع بين العلمانيين والإسلاميين، هذا الصراع الذي تواصل خلال 50 سنة الماضية في البلاد العربية والإسلامية، تواصل لعقود. ساعد هذا الصراع الأنظمة الدكتاتورية لتوظف هذا مرة ضد ذاك وتوظف ذاك مرة أخرى ضد الآخر، ولذلك عملنا على تجاوز هذا الصراع وتجنب الاستقطاب الإيديولوجي الذي لا يساعد على عملية التحول الديمقراطي. إذا كان لابد من صراع فليكن صراعا بين الثورة وبين خصومها، بين أنصار الحرية وأنصار الاستبداد. اخترنا أن يكون صراعنا سياسيا وليس إيديولوجيا، ولو اخترنا الصراع الإيديولوجي لا تحالفنا منذ البداية مثلا مع العريضة وهي قريبة منا من حيث الأساس الإيديولوجي، لكننا اخترنا التحالف السياسي لأنه في السياسة يمكن التفاوض ويمكن التنازل، أما في مسائل الاعتقاد ومسائل الإيديولوجيا فلا مجال للتفاوض ولا للتنازلات المتبادلة. لسنا حضرات الإخوة والأخوات دعاة إقصاء أي طرف، وخاصة لمن يبرهن بوضوح على انخراطه في الثورة واحترام لإرادة الشعب والشرعية التي أثمرتها الانتخابات. نحن واعون بما يحاك ضد ثورتنا من مؤامرات يراهن أصحابها للإطاحة بالحكومة، والإطاحة بالحكومة في الديمقراطية ممكنة لا شك، ولكن عبر الوسائل الشرعية القانونية لسحب الثقة منها في البرلمان أو في انتظار انتخابات جديدة. أما المطالبة بإسقاط الحكومة في الشارع فهو تعبير عن عدم اعتراف بالشرعية القادمة ومحاولة إسقاطها، وكأن ثورة لم تقوم وكأن انتخابات حرة ديمقراطية اعترف بها الجميع لا يعترف بنتائجها. اقتباس الحدث في مستوى عدالة الانتقالية، استعمال ربما كلمة عدالة وهي مشتركة بين العدالة التقليدية والعدالة الانتقالية، لكن العدالة الانتقالية تختلف لأنها مفهوم يطلب منه ويرجى منه ويستعمل ويرغب منه أن يقع طي صفحة أليمة وفتح صفحة جديدة، ومعنى ذلك أنه في أفضل الحالات التي تم فيها، وأعتبر أن من أفضلها على الإطلاق على الحالات التي يعرفها العالم وهي أكثر من 30 حالة، هي حال جنوب أفريقيا مع نيلسون مانديلا. يجب استهلاك هذه التجربة الفريدة من نوعها والطريفة جدا، ومعنى ذلك أنه يأخذ طي صفحة مؤلمة جدا، ولكن في شرط فقط الإعلام عن الخطأ والاعتراف بالخطأ والاعتذار عن الخطأ. هذه الندوة التي آوت عشرات المفكرين من أماكن مختلفة من العالم لتدرس عملية التحول الديمقراطي في تونس، ما هي إيجابياتها، ما هي نواقصها، ما تحتاج، أليس هذا تعبير أيضا
على أن تونس تشهد عملية تحول ديمقراطي ما شفتش في حياتي حرية لحظة تمتعت فيها تونس بما تتمتع به الآن من حريات. ما يش الحياة هذه لا تقدم لنا المثال الأعلى، لأن الجنة مش في الدنيا هذه، الجنة في الآخرة، هي الحياة السعيدة المطلقة. هذه يمكن قصص الأفلام المصرية تلقى فيها هذه، أنه الأمور تنتهي بالسعادة المطلقة. حادث شنيع وقع لكنه حادث، انت قارني بالدول الأخرى حتى نعرفوا ما يتميز بالتحول الديمقراطي في تونس. قارني بالأمثلة، مش قارني بالجمهورية أفلاطون، قارني بالأمثلة المشابهة. أنا من غير ما نذكر الأسماء تلقى حروب أهلية، تلقى عشرات الآلاف من الناس قتلوا، بينما نحن شهدنا أحداثا فظيعة لا شك ينبغي أن تدان، أحداث اغتصاب، أحداث قتل، ولكنها تبقى الاستثناء من القاعدة العامة. الحوار المبني أيضا على حقائق وليس على شبه حقائق، أن تروج عن الآخر يعني نوعا ما، اسمح لي في الكلمة، كذبة وتلبسها المحققة وتقول مش نحاولك عليها، لا، هذاك مش حوار، هذيك ميزون دومور، هذيك انتروغاسيون، يعني وكأنك تسأل فيه وجاب. أما أن تستمع للآخر وهو يتكلم عن نفسه يقول هاوش شنو مشروعي أنا. لذلك أنا وددت اليوم أن يكون يا أما خطاب فكري ولا خطاب سياسي. هو مسار ما زال متعثرا، تعثر وفشل في الحكومة السابقة، نرجو بهذه الحكومة نجاح، ولكن كل لا توجد مؤشرات الكافية الآن على النجاح، لأنه يعني لا يوجد رؤية واضحة، خطة واضحة، ما زال هذا منقوص. نرجو للحكومة الجديدة النجاح، ولكن يجب أن توفر ظروف نجاح. يشارك في الانتخابات حتى يوصل بأنه حزب معارض، لم يشارك في الانتخابات، إذن لا يمكن وصفه بأنه معارض، مفهوم غلط. يعني ليس معارض لسياسة الحكومة؟ ليس لا مساند ولا معارض، ولكنه له موقع وله رأي في السياسة الحالية يقدمه ويقدم النصح أيضا لأي حكومة كذلك، لكن ليس من منطلق أنه معارض. عندما يقع تقريب وجهات النظر وتقريب المفاهيم، نستعمل نفس المفاهيم مشتركة بمعنى مشترك، هذا يمكن أن يقلص فعلا، أن ينقص من سوء التفاهم. النقاش بالطبع هو نحن مع النقاش والحوار مع الجميع دون إقصاء ودون استثناء. العدالة الانتقالية هو من أهم مواقع البطء والفشل التي عانت منها الحكومة السابقة، معناها تعطلنا برشا في تطوير هذه الآلية اللي هي كانت ضرورية لتحقيق هدف الثورة، لتهدئة نفوس المواطنين، لمحاسبة الجرائم التي ارتكبت في العهد السابق. وقع بطء، نتمنى إن شاء الله الآن القانون في المجلس التأسيسي، نتمنى أن يسير المناقشات والموافقة عليه بسرعة تجنبنا مواقع مثل هذه. المؤتمرات تدرب النخب على الحوار الهادئ المعمق، تدربهم على إنتاج الأفكار، تدربهم على الاقتراب من بعض، لأن العملية الديمقراطية في روحها وفي صلبها هي تقريب كل الناس من الوسط، جذب كل الناس إلى الوسط، وفي الوسط تتقارب الأفكار وتتقارب البرامج. يعني حركة إلى الآن غير واضحة المعالم اللي نعرفوها، أنه الذي يجمع عناصر وقياداته مبدأ وحيد هو معاداة حركة النهضة. ما نقدروش نتحدث على التقارب مع حزب يناصبك العداء. احنا من الناحية المبدئية أيدينا ممدودة لكل الأحزاب ولكل أبناء الوطن، ولكن إذا فئة وجهة تدعو مرة أخرى إلى استئصال حركة النهضة، إلى عادة النهضوية للسجون، تضع برنامجها الوحيد وكلمة السر في 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 الاجتماع متاعها هو معاداة حركة النهضة، ما نشوفش أنه اللوم يقع على حركة النهضة في أنها لم لا تلتقي معها. مثل هذه المؤتمرات التي يجتمع فيها القادة ويتحاوروا ويطرحوا أفكارهم، ولكن الذي أرفضه ويرفضه كل عاقل أن يكون الحوار في الشارع بحرق السيارات والاعتداء على المؤسسات وعلى الآمنين وعلى الناس وكرامات الناس وأجساد الناس. هذا هو مرفوض، حتى أن الديمقراطية ترفض هذا الشيء. فالذي يفتعل هذه الصدمات أكيد بعيد عن المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب، إن كان في تونس أو في مصر. لا نريد لباسا فضفاضا لا يناسبنا ولا يناسب وضعنا، نستعير من الآخرين أفكارا قد تناسبهم وترضيهم وينجحوا بها، ولكن هذا الدواء أو هذا النظام لا يناسب مجتمعنا. اقتناع الجميع بأن الجميع شركاء في الوطن،
وأن التونسيين ينتظمهم وطن وينتظمهم تراب وتاريخ وهموم مشتركة قبل أن تنتظمهم أحزاب وقوائم انتخابية. ورابعا أن الحوار الفكري العميق يعلم التواضع، والتواضع بعد الثورة هو من بين القيم المهددة بالانقراض. The work that you do, you're not only a bridge between different points of view here in Tunisia, you're a bridge between Islam and democracy, and in addition to that, you're a bridge between the United States and Tunisia. You've got offices here in Tunis and Washington. First, in terms of our support for the democratic transition here in Tunisia, President Obama set the tone from the very start, the day after the revolution, when he said that we stand with the people of Tunisia in their aspirations for a democratic future. Since the revolution, we have supported Tunisia, and we will continue to do so as Tunisia remains on the democratic path. علاقة الأمر بعلاقة ثنائية حادية بين الإسلامي والعلماني. It's called religious and secular. Religious on one side and secular on the other side. مفهوم العلماني وكذلك الأمر يتعلق بتحديد الدين شديد الإشكال والتعقيد ليس فقط في الاستخدام العربي الإسلامي ولكن في السياق ما يسمى بالسياق التداولي الغربي وأنا أعرف جيدا كيف تشكل نشأ هذا المصطلح وكيف تطور في سياقات الاستخدام الغربي طبعا الأحزاب التي تأسست على خلفية إسلامية لا يمكن تصنيفها يعني بكونها أحزاب دينية بمعنى أن رهاناتها ومطالبها يعني غيبية مقدسة لا علاقة لها بالزمن وبالدنيا. نستطيع أن نتحدث عن أحزاب سياسية لها خلفية إسلامية تستثمر الثقافة السياسية العامة. وهذه الأحزاب متنوعة ومختلفة باختلاف البيئات السياسية والاجتماعية التي تشتغل ضمنها.